شاسع بين جوان جويلية واليوم. فرق شاسع. أي يكذب عليكم اللي يقول لك سي 100% ولا 120% كما كان ساناتوريوم باغ اكزومبل. لا زيدوا شاري ان شاء الله درك لي سونتر ديتري هذاك دورينتاسيون دو كونسلتاسيون دورينتاسيون اون لي كونسوليد اون لي كونسوليدي لي اون ا ريبري اوسي لي سيرفيس كون افي اوفير تال لو سيرفيس تاع ميديسين انترن زدنا الرياضه رجعنا ثاني كذلك تاع في لي بولي كلينيك اوسي وزيد خاصه عندنا ثاني يعني بلاصه اللي درك ان شاء الله نفتحوها ثاني على مستوى الواحد تاع بوزوران تاع لورجونس بيان سور الحمد لله على يعني لي كيبي اون فا ليكيبي اونكور بلوس وفيما يخص الاكسجين شوف عطينا لهم الاكسجين لي اليمونتي شوف يكذب عليك اللي يقول لك الاكسجين ما كانش شوف يهضروا صح بارفوا فيسبوك صافي لي ريزو سوسيو ولكن حنايا ما نجوكش حنا الواحد با ليكزومبل يبقى هكذا ويدير فيسبوك ويقول الاكسجين خالص اروح اروح قول لنا وين الاكسجين خالص ما هو وما نكونوش لينين معهم الاكسجين ونيت اليمونتي الله يبارك ما شاء الله درك واش نقول لكم لكان الانسان واحد شتوه اللي كاين حاجه مشكله وداك حنا هوني لا حنا رانا هنا حنا ما راحش نقولوا له مثلا واحد يدير هكذا لا بصح الطبيب ثاني لازم يعني ولا هنا هي فرصه باه نحيي كذلك تحيه يعني خالصه كل اطقم طبيه وكل يعني الجمعيات اللي عاونونا الى اخره ما نكروش الخير ولكن الانسان باه يقول ما كانش هادي وما كانش هادي وما كانش هادي لا درك حنا ولايه مستقره طبيا فيما يخص الكوفيد احنا الكوفيد ما كانش واحد ما قاسوش تقليل بصح احنا ما نروحوش نقولوا هذا كلنا مرضنا ولكن ما نروحوش نقولوا ما كانش انا اقول لك اللي يقول ما كانش قولوا وين هي ما كانش حدد لي المكان وين كاين المشكله كاين لي كوف رانا قلت لك شوف لو كان كاينين فورنيسور وعدنا باه يجيب قلت له زيدوا لي كوف علاه كل ما نزيدو لي غروند كيلو بيان سور لي غروند كيلو معين توتا نديرو فيها كامين لو دو 300 علاه بحنا ما يجي يخلص واحد يدير وهذا علاه حنا قلنا لهم فيما يخص ثاني لبسه تاع الاطباء نجوز هذا عن طريق احنا رانا الولايه نشريو لهم ما كان حتى مشكل لي كيف ثاني ما كان حتى مشكل الحاجه اللي نشوفوها لازم المواطن تاعنا ما نخليوش يعاني نديروها فيما يخص لي مانو الله يبارك كاينين متوفرين كاينين في جهات اخرى ما كاش خلاص حنا ايبا ساعات نمدوا لجيراننا ساعات نمدوا لحوايج اللي نتوما تقولوا كيفاه باتنا تمد له ايبا جو فو كونفيرم سا باللي حنايا نقول لهم اتونسيون كي يطلبوكم جيران مدوا له حتى الاكسجين مدوا لهم لان حنايا كل جزائري عزيز علينا مش كي نكونوا برك في الولايه تاع باتنا وخلاص هذا